السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارسلكم في انطباع انمي كاراكوري ساكس الحلقه 13. انا طبعا بعد نهايه الحلقه 12 صراحه موقف قلبي قد خلصت الحلقه الاخيره، ولكن الحمد لله كمل. فخلونا نبدا الحلقه. للامانه تضارب مشاعر، تضارب قتال، تضارب افكار، ذكريات، اصطدام، اكشن، دمويه، تقطيع، سمها اللي تبي صراحه، حزن، خرابيط، عفسه، كل شيء صار فيها. هذا الكاتب وهذا الانمي بالذات صراحه يعني في حلقه واحده يسوي لك رولو كوستر، يسمونه تركب كذا اللعبه تفر فيك فره كامله بجميع شوف انواع كل شيء تبغاه ممكن تحصله في هذه الحلقه. بدأت الحلقة طبعا بالقتال بين الأربعة الدمى حقت فرانشين ضد الأربعة الشيرونغوني المستخدمين للدمى، عدا واحدة منهم اللي أريد هنا بس دمية. وأيضا لا ننسى خوينا نارومي اللي المفروض أنه ما قاتل بس برضه يعتبر هو نفس دمية. طبعا نارومي في البداية كان يقول أنا لازم أقاتل معكم، فجاه شايب زي كذا قالوا أنت مالك فضل علينا ولا حاجة، وأنت أساسا يعني كذا بس قاعد تطلع مشاعرك، احنا خليناك تطقطق على كيفك. هنا طبعا انا على طول انا نفسي شخصيا شكيت، قلت لا الجماعه قاعد يسوون زي كذا عمدا، ما يبون يتحرك ويتقاتل عشان يحس بالحق تجاههم، يقول ما يستاهلون القتال وزي كذا، ما يستاهلون اضحي بنفسي، ما يستاهلون اتحرك ويهملهم ولا يهتم فيهم. ولكن لان ممكن لو صار لهم شيء ولا شيء بيقوم يدافع عنهم اساسا حتى قبل ان يروح حق فرانسين. اي طبعا كعاده نرمي ما عبرهم ولا اهتم، قام هذول المشغولين بقتال الاربعه. أنا استغل الفرصة لأنه الخامس الزايد على قولتهم توجه إلى فرانسين ويبيرق الدرج والدماء تقطر منه وفي الطريق رايح فهجمت عليه الدمية البنت كولومبينيا أو شيء زي كذا ما أذكر كان اسمها، قدرت تنحاش من مامبا، كانت قاتل مامبا طبعا بالأساس، مامبا اللي هو الأسود اللي من أفريقيا المفروض اسمه هو الشيرغري تامبا فاتي، ولكن الدمية حقتها بلاك مامبا أو يعني صح مامبا اللي هو السم الأفعى، يعني أفعى 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 أفع أفع أفريقية سامة جدا على فكرة يعني. فراعي ما راح تهجم عليه إلا تحركوا اثنين بالشيرغري حقهم وقفوها انه يضرب تضرب لانه كان على وشك انه يموت. فهنا هم الاثنين اللي اساسا كانوا قبل شوي قاعد يقولون لا ما ساعدنا ولا شفتنا ولا شيء، فاتضحت الحقيقه انهم فعلا حابين ويبون يدفعون عنا، ولكن كانوا يحاولون لانه كان مستغرب الاخير اللي معهم اسمه شيراتروس، كان يعني يقول يعني ايه انتوكم قلتوا انه ما له زي كذا ما لكم داعي، قال لي احنا لو قلنا انه له داعي كان بيتحرك يحمينا، بس حاليا دامنا قلنا زي كذا لازم نحميه، هذا ما في امل يعني، هو كان له الفضل ان احنا نوصل وشخصية اسطورية وشخصية راح مستحيل نتخلى عنه. كلهم 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 تاثروا، حتى لينا مالينا اسمها صراحه جدا مميز اللي كانت تقول انا متخلصه من مشاعري ولا عندي اي مشاعر، وتاثرت وايضا جات ايه محاوله تحاول تساعد وتنقذها. اي لان بعد ما وقفوا البنت هنا تحرك اللي عنده الجيتار هذا حبيبنا اللزم ارشينو، تحرك على طول يبي يضرب اللي هو من هو خوينا نرمي لانه قاعد يصعد السلم حبه حبه، فطلعت لينا مالينا ووقفتها ربطتها برضو ثبتتها كده خلاص وسوت شيء تهجم عليه. ما عندك مشاعر وحاسيس، انا اساسا جيتك وابيك ونصيتك وكذا، ويوم رحنا قلنا خلاص، انا قلت خلاص البنت جابت راسه ما في شرقنا ما يلعبون، يطلع لك ذاك الدميه ذيك البيبات بالخلف ويحرق ابوها لتف قتلها في لحظه. هذا الانمي صراحه لاي شخصيه ممكن تموت في اي لحظه، يعني هذا شيء مميز في الانمي صراحه. والله يعني هو حتى حرق قلبه على نارومي اساسا، يعني هو البطل كان وحرق قلبه عليه، فاي شخصيه ثانيه عنده ولا شيء بلاش. بعد موت الامريكي الحلقه الماضيه خلاص يعني تقول انت اي شخصيه تظهر ممكن في الحلقه اللي بعدها تموت على طول. طبعا في هذه الاثناء جابوا لوسيل كانت قاعده تتحرك مع فاطمه ومعها مينيجيشيا اللي بنت المعلم حق نارومي اللي جاي وياهم، كانوا يقصون جدار بالحام كذا يقصونه ومشقين طريقهم الى وسط السيرك، لان هم حاليا داخل ميد نايت سيرك الكبير جدا بالضبط، السيرك المنتصف الليل هذا الضخم جدا الخيمه الكبيره. فكانت لوسيل تقول لهم نعم، فرانسين دائما تقع في منتصف يعني يحطون خيمتها ومقرها في منتصف، مشقين الطريق مستعدين للباكج اللي جاي في الطريق. طبعا الباكج اللي جاي من الطريق كان خوينا هذاك اللي كان خادم عند مسره او اجر مسره اللي كان يقول انا فاضي ما عندي شيء، يوم جاي هنا انفجع. طيب وهم جايين في الطريق برضه هذه نقطه مهمه، الدمى الصغيره كلها قامت تتحرك، مش مو صغيره طبعا اللي كانت مصابه أي. يعني ما انهزمت ولا تكسرت بس مصابه. اللي قاعد يقول منين جاوا ذي كلهم، هذا ما تبقى من معركه الشرقين اللي برا مع الدمى اللي برا، يعني يعني يقول لك اللي دخلوا هذول اللي متوجهين الفرنسيين، ولكن اللي برا خاضوا معركه مميته لدرجه ان كل الدمى
تدمرت، ولكن في منهم بعض الدمى اللي لا تزال فيها روح يعني. اي يعني مصابة ما تحس عادي، تقدر تمشي دامنا مصابة، طالما انك ما انهيتها بتتحرك عادي، ما مو زي البشر يعني. اذا في بشر يتحركون مثل شفنا نار من كان مقطع يمشي، فما بالك بالدمى. فهذا شيء طبيعي جدا جدا جدا. فوصلوا الجماعة قدام ذا، قال اوصل الباكج حقي، يلا خلنا ندرع. في هذا الأثناء نارمي كمل صعوده للدرج، وقبل لا يوصل الفرنسيين طب عليه أرسلينو أو أرشلينو، هذا اللي مستخدم الجيتار، وكان يقول له أنت يا اللي تدمر الدمى بإيدينك العريتين، أنا كنت أبي أقابلك وكذا، ولكن ما احتاج حتى أدافع على شيء لأنه ما عاد فيك أي قوة. وفعلا نارمي كان أنا قلت والله الحين فق وجهه، بيطلع سكين بيسوي شيء. حتى ضربة برهم ولد أخوي أقوم خلاص دارهم هنا خارت خارت قواب، نزف دم لما قال بس يا جماعه تخيل يعني. حتى لك وفيتها تقول له يا اخي ارحم امك اصبر شوي عطني مجال دم من عشان انا بعالجك، بس مو كذا يا رجل، بشوي شويه يعني، حبه حبه يعني شوي، ما 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 خلاص ما اقدر، تراك انت شارب قطره واحده بعد، مو شيء كبير. ايش في بالضبط؟ نارمي ما اعتبر من اللي اخذ الحجر من الاساس، متاخر جدا جاي، واخر جرعه من الاكوافيتا اخذها. بس في نقطة هنا مهمة جدا. أيه. يعني أنا ما أتخيل ولا أتصور، يعني مع أن قاعد يوضحون ذا الشيء، بس مفروض وجهة نظر أن فرانسينو تكون أقوى حتى من الأربعة، ومع أن الحين قاعد يوضح لي أنها لا حول ولا قوة لها. هذه حركة من الكاتب كذا يخدعك، ولا لو وصلوا عندها صدقني أنا كاد أجزم أن فرانسين بتكون قوية جدا جدا، وبس كذا قاعد يغريك ويخدعك لك. لو وصلت عندها بتجزم بكل سهولة، بس لو وصلوا عندها بتدوس سمدوس تكون أعظم من الأربعة وأعظم من كل الناس البقية. هذا اللي مفروض يعني. لو هزموها في ذا الحدث خلاص اللي بقى انتهى المسلسل. لا مو شرط، باقي قصص كثيرة، بس أنا بس صدقني باقي قصص كثيرة، بس إن فرانسينو أنا أشوفه يعني، مع أنه قاعد يوضح الكاتب زي ما قلت لكم، قاعد يوضح انها ضعيفه وانها لا حول ولا قوه لها، وان كنا بس ذيله اللي عندها اقوى شيء، بس تصدقوني مستعد اراهنها واحد اعظم منهم كلهم، ما فيها كلام يعني، ولا يعني مو طبيعي. فسقط نارمي بعدها، وفي اللحظه على طول جات لوسيل وفتحت الخيمه العلاجيه وجروا طبعا نارمي الى داخل. هذا خذ روكنفيلد الطبيب المطلع طبيب برضو بتلقى يعني. يتلقى بس برضو يعني لك وفيته بيعالج، لا زال قادر يقف على رجوله. ففاطمة جاءوا اثنين مع بعض شالوا نارمي، كان قالوا قلبك على شك توقف او وقف، بس قال الدكتور لا زال ممكن، وقاعد يعطون اسحابات اولية طخ طخ وما زالوا يحاولون يعالجوه، خذوا من دمه وكل حاجة. معنا الدكتور كان على فكرة مصاب، البروفيسور على فكرة مصاب لانه حاول ينقذ نارمي، فجاءت إصابة لأن أهمل ذاك، جاءت إصابة من الأخضر بنتالوني هذا نفسه بعد. وحوش 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 صراحة، كل واحد منهم عنده قدرات خصوصا في دينهم، هذا يطلق هواء حارق، ذيك يده تولع زي الأسيد البنت كلهم يحرقون. كلهم يحرقون الله يرجعهم، بس واحد بالأسيد واحد بالهواء الحار وواحد بالنار والرابع داتوري ما جابوا شيء. دخل الأسيد خلعت فتحت الباب قال لها كنا جيتي وصلتي متاخره، قالت الجلاد يوصل ياخذ لك. وحش وحش اقلع يا جماعه. شوف يعني الامانه كنت يعني اول ما شفته ما كانت عجبتني كثير صراحه لوسيل، اي ما كانت عجبتني تصرفاتها يعني. في الاخير انا قلت يعني ممكن بس يطلعون عشان شيء نقدر المرض نسميها براعه او روعه لوسيل صراحه. خطورة لوسيل المفروض تتكلم عنها. فهنا قالت لنا الجلد يوصل آخر الدقائق، وقالت يلا عطنا الباكيج حقي. لا ترى الباكيج الجميلة فيه أربع صناديق، أيوة. ويطلقت صندوق واحد، صندوق بس واحد منه فقط. وبرضه يعني لاحظوا أنه الأهبل ده ما جابوه عبث، خلينا اللي شاف في النار قال أوه this boy يعني هذا الفتى يعني عرفه على طول، فما جابوه عبث. له دور له دور. دور باقي ثلاثة دمى أخرى مفروض. فأول دمى انطلقت الفرنسيين دي يا شيخ، كل الناس تشبهها، ايش السالفه يا ولد؟ شوف إلينور خويتنا حبيبه نارمي جايه متاخر توها مولوده، فهي زي ما نارمي طالع شبيه ذاك بالصدفه اللي يعني تناسخ نسخها زي كذا. اي لا لا كذا يعني زي ما تقول تناسخ ارواح زي كذا، هذا نارمي وإلينور. فخلي نارمي إلينور على جنب. أنجلينا بنت لوسيل هذه صراحة صدفة مو طبيعية، إن فرانشين وأنجلينا طلعوا في نفس الوقت، هذه صراحة صدفة مو طبيعية. شبهون؟ لا هذه هذا هو اللي مسويها، هذيك مولودة، في فرق بينهم. أي طبعا، بس إن أقصد فرانسين الحقيقية
ان الجنينه نسخه من الفرنسيه الحقيقيه هذه ايه ممكن لو قرب صدمة. نعم. صدمة صحيح صحيح. طبعا ممكن شعره ما كان فضي زي كذا بس تحول بعدين بسبة الاكوافيتا ممكن. قبل ان تطلق الدميه كان دوتوري يستفز لوسيل وقاعد يقول لها يعني انت انا قطعت بنتك قدام وجهك ولعبت فيها وزي كذا. قالت لا تحاول تستفزني انا خبره بما فيه الكفايه انك مستحيل تستفزني ولا بحاجه. واطلقت الباكج وطلعت بنتها قدامهم اللي تشبه فرانسيس وصابوا كلهم خضعوا. طبعا تحكمت فيها لوسيل وخلتها تعطيهم امر انحنوا او انخضعوا او جلسوا. اللبزه بالنسبه لهم انها يدرونها مزيفه بس ما يقدر يعصي امر لفرانسين. خلاص كذا مبرمج هو انه يسوي هذا الشيء غصبا عنه طاعته لفرانسين. اذا كذا ما تطيع فرانسين انت خلاص كذا ما لك هدف. ملغيت وجودك في الحياه. ملغيت وجودك وهدفك. وهي مصممتهم كذا فرانسين اساس انه ما حد يطلع عليها ولا يغدر فيها ولا حاجه ان وجودك هدف. بس انا نرجع لنفس النقطه المره الثانيه. طيب الحين دي امرتها واخضعوا. طيب فرنسي الحقيقيه وقاعده فوق ورا ما تقوم تقول لهم قاتلوا. هذه البنت مستمتعه يعني مش مستمتعه. انتوا هدفكم في الحياه بس خلوني استمتع. فما لي متحركه ما متحركه متى وما متى عادي بس انا غيركم الاف ما الاف ما هي فرق. انا قاعد اتفرج انا قاعد اتفرج معي بس اتفرج. واذا ما عجبني الذب اقوم بجلدكم كلكم. هذا المتوقع ان الفرنسيين اقوى منهم كلهم. زبده الكلام خضعوا الأربعة كلهم وتموا يتقاتلون يتصارعون يبون يقوموا يتحركون. وجات هنا لوسيل استفزت ولعبت بأعصاب دوتوري لعب عفست فوق تحت. يا حقير يا حثالة يا منحط ما تقدر تقوم. يا والله مشكلة كل ما تروح وترجع ما تقول اوه حليلك ما انت قاعد تتحرك. اوه يا مسكين ما انت قاعد تتحرك. والله انك كنت خاطي يا رجال قاعدة تستفز بشيء. فرحان انك قتلت بنتي. طبعا هنا دوتوري تكلم عن بنت لوسيل وجات الصدمة انها يوم كان يقطع في بنت لوسيل اللي أنجيليا هذه اللي قدامكم حاليا كانت أريدي أخذت الأكوافيتا فتقطيع لها ما قتل رجعت تركبت من جديد بسبة الأكوافيتا. أيه هي كانت تتكلم لوسيل أساسا عن هذه النقطة أن أنا يعني أنا خلاص مشاعري منتهية ورايحة ما في عندي مشاعر لأني بنتي أكثر من مرة كانت تتقطع قدام وترجع تتقطع قدام وترجع تتقطع قدام. أنا داخلها حجر الأكوافيتا. طبعا زرعت حجر الكوفيتا فيها من قبل تقول ان لا يهزم الحجر عشان نحافظ عليكم في جسم طفل لان في جسم كبير خلال فتره بيختفي على طول. على الاغلب كانوا يصنعون كميات الكوفيتا اللي كانت عندهم طول المده من بنتها هذه. بس طبعا بنتها كبرت كانت في ذكرك صغيره الحين كبرت. هل هي فعلا دميه الحين؟ هل هي شيروغني؟ لا هي دميه. الواضح انها دميه تماما. ليش؟ لان جابوها اول ما جابوها كان يدينها كذا ايه مستحيل دميه كذا تكون يا رجل. دمي خلاص تحولت الى دميه بالفعل. انت تحكمت فيها بالخيوط فهي دميه خلاص ما فيها كلام. يمكن كانت ميته اوريدي معطونها الكوفيتا ما ادري انا صراحه ايش الفكره. بس زبده الكلام ان دوري كان يحاول يستفز لوسيل. لوسيل قالت له والله حركاتك دي كلها ما تفيد. وهي اللي استفزته وقامت تهز فيه. يلا تحرك يلا انكر وجود لوسيل فرنسين. طبعا هو قالت له انكر وجود فرنسين عشان سنه يعني هو غاضب جدا لان الواحد لما يغضب هذا شيء اكيد اساسي مشكله ان الواحد لما يغضب خلاص يفقد اعصابه وما يفكر في اللي يقوله بس يهم شيء يحقق اللي هو يعني انت قدامي ممكن امسك اي حاجه واضربك حتى ما افكر بالعواقب اللي انا بسويها. وهذا اللي استخدمته لوسيل مع ديتوري. ف ميغانشي البنت قاعده تقول حق لوسيل وخر عنه يمكن يتحرك في لحظه. طبعا الكاتب يصور لك كان لوسيل عارف انه ما راح يتحرك بل في الواقع هي تبي يتحرك. واساسا كانت زي ما تقول خلاص وصلت اخر عمري انا ابي اموت. اهم شيء انتقم حق بنتي ايوه حاطه في راسه دوتوري من نزالات وبس دوتوري اخر شيء جات عنده وشقت له ملابسه بدمه وكان كرفته وكشخ خلته كانه كذا مهرج كلاون. استفزته لابعد حد لين ما نطق فيها قال انا هذا الشيء ما يهمني وقام مسك القبعة حقته وشرخها كذا القبعة حقته زي المنشار على فكره وشق لوسيل شق من فوق لتحت. هنا هنا هو كذا حس بالراحه خلاص هذا الناس انتقمت. انتقمت بس هنا بينما لوسيل قالت لا جيت الى حتفك يا حمار يا المسكين يا الكوائي انت. هو طبعا تجمد بعدها ما قام يتحرك خلاص ثبت مكانه زي الفريز لانه صار عنده عطل في السيستم على قولتهم. تعطل السيستم حق ما قدر يتحرك خلاص. قالوا له اخويا خلاص يا اهبل ايش فيك؟ قال اوه تب الله عليك يا لوسيل خلتيني اسوي هذا الشيء.
فرانشين سما انا اسف خلاص يبا انت انكرت وجودها هي اللي مسويتك فراحت عليك غلطه يا بابا. طبعا في هذا المشهد جاء اول ظهور لموت واحد من الاربعه داتوري تقطع نزف دم ومات وتحلل وانتهى. وفي نفس الوقت جانا مشهد موت لوسيل هذا اول شيروغاني نشوفه يموت بالطريقه هذه انه يتجمد. ما ادري اذا ظهر احد من قبل ولا لا هو مات اللي قبل بس ما جابوه انهم يتجمدون. هذه اول مره تجيبونها تتجمد. لوسيل تجمدت تحولت الى كريستال لان اساسا هم ماخذين الحجر كانه كريستال فتوقع انه ايه بعدين تفتتت كذا ايه تفتتت في يد ميغانشيا كذا ميغانشيا البنت تبثرت صارت كانت تراب بادر. فهذه اللقطه جابوا مشهد كذا حزين درامي جميل جدا ان لوسيل في البعد اللي في النص ما بين الحياه والموت على قولتهم قاعده تتقهوى مع نرمي. هذا مشهد. وفي اللي قبله وهي كانت تهذر مع ميغانشيا كانت تقول لها يعني انا كانت عندي ورقه وكنت ارسم بس ما رسمت الا الاسود كنت سوداويه هذه فلسفه الحياه ارسم معي يعني كانت قاعد تفلسف كنت ابي ارسم ارنب وما مداني ارسم الوقت خلص وقتي مش عايش ألف سنه ما ادري كم خلص وقتي. يعني قصد انه مهما كان عندك وقت لا تقول انا عندي وقت اني اسوي طبعا هذا فيها هو المقصد الثاني انه اعماها حقدها على ديتوري وغضبها على ديتوري انها تشوف الحياه بس برضو كان عندها هدف انها تبي تنتقم من ديتوري وحققتها يعني بس تنصح مش كان شيء لا تسوي مثلي ارسمي يعيش حياتي سوي اللي تبين بس ما يعرف ايه ارسمي ارنب في الحياة. وايضا قال حق نرمي وهي راجع قالت لا انا انتهى وقت انت ارجع باقي لك فهذا شيء يدلك ان نرمي خلاص راجع وراح يرجع لإلينور وراح يرجع لي ما صاروا ممكن ترجع له ذكرته من ذا الموقف حتى بعد ايوه وبيشوف شو اللي يصير عاد وقتها شو الجلد اللي بيصير شو اللي ما بيحصل لانه هو ما يعرف لوسيل. طبعا جابوا ان الدمى الصغيره بدات تتحرك لانها ما عندها المشاعر ولا عندها الرغبه القويه اللي موجوده عند الاربعه فالدمى التعبانه المكسره دي بدات تهاجم من جديد وتهجر ربعنا وبدوا يقاتلون بس تقطعوا تقطيع طبيعي. هي فكرتها بكل بساطه قالت ان يعني قالوها ذي قالت ان لوسيل فرانسين ما صنعتهم بكامل يعني في الاخير خماشرة ما يهمها تكميلة عدد اي يعني بس انا مو بلازم تكون طاعة كاملة لي عادي حتى لو طعنا طخيته خلاص انتهى مو زي الاربعة ممكن هم اللي شكلهم خطر لو واحد منهم غدر فيها ولا حاجة ف شوارتس البشعر طويل خلاص انتهى فقال حق الطبيب انا بفجر نفسي هو كان طبيب زارع فيه جهاز تفجير ذاتي بس قال ترى كلمة مهمة اللي هي قال انا بترك الدمية حقتي حق نارومي بس ما ادري هل نارمي يقدر يتحكم بالدمى ما شفناه من قبل يتحكم بالدمى ترى امنه بيزرع داخله بيزرعون اجزاء من دميه هذا في داخله ما ادري صراحه بس وقال انا عندكم يا جماعه اي انا بروح انفجر والدمى حقتي خلوها حق نارمي طلع طبعا على طول قال حق تم فمه من قاسي واخرب انفجر وطلع فعلا بوف فجر نفسه بكل الدمى الصغيره ماتت كل الدمى الصغيره افتكر منهم فالحين خلاص خوينا الافريقي تمبا منطلق بالافعى حقته منبا رايح يرقى الدرج فرحان خلاص راح اقتل لوسيل انتهينا اخيرا هنا تحركت البنت الخسيسه كولومبيني وهذه برضو قويه جدا اول واحده منهم تحركت طبعا شوف اللي واضح ان الاربعه الدمى كل واحد منهم عنده خاصيه في يده في لا خاصيه في شخصيته أي. فهمت علي لان اساسا قالوا ان فرسين حاولت تصنع مثل البشر تماما بالضبط اي في كل واحد منهم عنده مشاعر مختلفه يعني واحد يكون ذكي واحد مغرور واحد عصبي واحد زي كذا فهمت علي فهذه واضح انها من اذكى واحده فيهم تقريبا قدرت تتحش من عقده انها تعصي اوامر فرنسين وتعرف ان هذه دميه وتطلع منها بدون لا تنكر وجود فرنسين هذا اللي سوته بالضبط اي وقالت الاثنين البقيه يلا تحركوا هم على عليكم انتم غبيه وجهه نظري بدل ما تروح تهجم على مامبا المفروض انها هجمت على الدميه نفسها اللي تدري انها مزيفه وتكسرها على اساس اخويا يتحررون ولكن في خطرها انا راح احمي فرنسين وانا قدرت اتحرر اخيرا فهجمت على مامبا مستخدم الدميه اللي مامبا وهجمت عليه ومامبا على طول ثبتها ربطها بالافعى حقته فقالت خلاص ما تقدر تنحش مني وكذا وتيجي الصدمة إن مامبا استخدم تقنية النهائية حقت مامبا إنه عض نفسه وسحب الدم اللي داخله فقالت دميتك معطوبة الصدمة إنه قال لا هذا السم حقه ويوم يقول من البداية أطلق سمك يا مامبا سمه عبارة عن دمه دم تامبا نفسه اللي دم الشيروغاني نعم. يعتبر سام جدا للدمى ذيلي الأوتوماتا فعلى طول تشخضها وزرع فيها الدم وتحللت وماتت وهذا الثاني مقاتل من المقاتلين الأربعة طبعاً يموت في حلقة واحدة على فكرة طبعاً هو ذا مات خلاص تنبل أنها شقت يد كده خلت يدها طلعتها من ورا فاعتبر
هو ميت 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 اللي ضحك خوينا ذا اللي جايبينه حق الدمى قال يا اخي كنت اقول ما بي ملل بس وضعنا مش ملل الوضع تعدى مراحل كبيره دمار انتحار تفجير كله موجود على قولتهم. ايضا جابوا نارمينا بدا يعني يتحول الى كريستال رجوله يدينا ايوه قال لازم نتلاحقه بسرعه قبل ان يوصل الاعضاء الداخليه صوت اعضاء الداخليه خلاص ما عاد نرجع بيموتوا انت يعني لو وصل عند قلبه بس على الاغلب ينقذونه انت من الموضوع يعني. والله كذا تقريبا انتهت الحلقه ويعني باقي ثلاث طلقات في المدفع اللي مجايبين حلقة انتهت بسرعة بالنسبة لي أنا أشوفها. أي طبعا نارمي أكيد بيرجع عنده حاليا دمية شيواراتس. شيواراتس مات وفجر تامبا انتحر بالسم مالينا لينا مالينا انحرقت وما بقى للبروفيسور ونارمي وهذا اللي جاي يقول أشعر بالملل. هو شوف ما جابوا عبط هو له دور أكيد برضه لا ننسى من قانشي وفاطمة موجودين بس تحس أنه ما لهم دور كبير. أيضا ركب فيلد اللي هو البروفيسور موجود يعني. بس يعني انا ترى بالنسبه لي صدمه في الانمي هذا وش هو ان الشرقيني والاوتومات اللي صار برا ضرب بينهم يعني ما قال حتى ما جاب شرار انه بيصير قتال كذا قال لك صار استوى وانتهى وكل شيء وتقطعه وكذا. طيب وين باقي الشرقيني كلهم ماتوا الحاشا وكل الدم انتهى وش اللي صاير ما تدري المهم احنا يعني فصل الخيمه وباقي لنا اثنين من الاربعه باقي فرنشين نفس الرئيسيه وربعنا مصابين ما تدري من اللي بيتعالج من اللي بيكون بالإذن وفي ثلاثة موتوردي من الأربع شيء جميل في الأنمي هذا حرق الأحداث سريع سريع فما بنطول عشان نعرف هالإجابات على هذه الأسئلة مفروض الحلقة الجاية تأخذ إجابات كثيرة وتعرف كل حاجة. الأنمي من أفضل الأنميات نزلت في شتاء 2018 ومستمر معنا لحد الحين المفروض نستنى الحلقة على شيء مطمئن جدا جدا انا ما ادري ايش اللي بيصير انا ما ادري الكاتب بعد باقي خلصوا على فرنشين جدا باقي سوالف عمامه يعني اتوقع انه بيخلص من ميد نايت سيركس وبنحول على شيء ثاني وش اللي بيصير هل لا فرنشين بتسوي بتنحاش وبتسوي جوله ثانيه وبتصير العدو الاخير في النهايه ما ادري صراحه اي دونت نو بس انا متحمس اني اشوف نرمي يسترجع ذاكرته ويقابل إلينور وما صاروا من جديد ومتحمس جدا جدا اني اشوف فرنسينا بس لو صار عندها مدى قوتها هذه اللي انا متحمس لها في الحلقات الجايه بشكل قوي جدا. anyway كذا نكون وصلنا لنهايه هذا الانطباع اتمنى اعجبكم في الختام قولوا معنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا الاشتراك بالقناه الضغط على زر الاعجاب والشير نشوفكم على خير.